السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نديروا البارتيه الثانيه ديال النماذج ديال برودكسيون اكريت اللي قدروا يتحطوا نهار الامتحان الجاوي بالنسبه للثانيه باك احرار، وفي الفرد بالنسبه للناس ديال الثانيه باك متمدرسين. نبداو على بركه الله السوجي الاول ديال هذا الجزء الثاني. Certains pensent que le service militaire obligatoire est bénéfique pour les jeunes, d'autres par contre disent qu'il n'est bénéfique que pour l'État. بعض الناس كيقولوا كيفكروا ان الخدمه العسكريه هي مفروضه وزعما عندها فوائد بالنسبه للشباب. D'autres كاينين وحدين اخرين على العكس ديالهم ديز كيل ني بينيفيك بور ليطا، وحدين اخرين كيقولوا لا هاد الخدمه العسكريه مفيده غير للدوله ماشي للشباب. كون بونسيفو شنو بان لك انت غيديجي ان تيكس ارغومونطاتيف دون لوكيل فوز اكسبريمي فوتر اوبينيون ا ليد دي ارغومون بريسي. غادي دير واحد تيكس ارغومونطاتيف فيها حجج غتقول لنا الا قلتي واش هاد لو سيرفيس ميليتير اوبليغاتوار ومفيد لي جون، غتقول دابور اون سويت اون فار تعطينا واحد ثلاثه ديال الحجج لهاد الشيء هذا اللي عزلتي. الا قلتي لا هاد لو سيرفيس ميليتير راه هو بينيفيك غير ليطا مفيد غير للدوله، خاصك تقولي علاش الدوله كتستافد من هاد لو سيرفيس ميليتير. تقولي ثاني دابور اون سويت اون فو طبيعه الحال الراي ديالك مهم. سوجي نيميرو 2 سولون فولتير، على حساب الكاتب ديالنا قلنا فولتير غير لقب ديالو، لا غير لو برودوي كو لو ديزاستر. بالله هاد الحرب هادي يعني ما كتنتج لينا غير الكوارث، اي سي فيكتيم والضحايا اللي كيكونوا في هاد الحرب نو سون كو دي زون سو، هادوك غير ابرياء يعني بنادم كيموت ما عنده كما كنقولوا حتى شي ذنب، كيجي في الطريق كيموت. بارطاجي فو سيت ايدي يعني هضر ليا على هاد اللقطه هادي اللي قال غي دي جي ان تيكست ارغومونطاتيف دون لوكيل فو ديفلوبي فوتر بوان دو فيو على ليد دي زارغومون اي ديكزومبل بيرتينون. غتبقاو تلقاو هادي غي دي جي تيكست ارغومونطاتيف بوان دو فيو ارغومون اكزومبل تا غتقهمو. ضروري الا قلتي هاد الحرب هادي راه بصح كتخلف كوارث غادي تعطيني الحجاج وداكشي كامل ناظم قاد البوان دو فيو لي زارغومون مقادين دابور اون سويت اون فا، يعني لا سيما تقول ليسونسييل انكم غير كتبوا غير حاولوا غير تكتبوا ديروا واحد لي فور واخا يكونوا الاخطاء ما كاين حتى شي مشكل. هادو هما جوج المواضيع اللي كاينين في هذا الجزء الثاني واللي قدروا يتحطوا نهار الفرد ونهار الامتحان الجهوي. كنتمنى لكم التوفيق لجميع التلاميذ المتمدرسين والاحرار. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.